فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج أن يطلق امرأته بسبب كبر السن، كبر سنها فقط؟ اي نعم، إذا كان ما يرغب. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت، فطلبت منه أن يبقيها وأن تهب ليلتها لعائشة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.